متتبعي قناة الفاس باريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي تستضيفه فيه سي عبد الإله حسنين الكاتب العام لحركة الطفولة الشعبية. المناسبة هي المخيمات الصيفية اللي انطلقت في المغرب في 6 يوليوز 2023. كيف استعدت حركة الطفولة الشعبية لهذه المخيمات؟ أشياء المؤخرة تاع حركة الطفولة الشعبية على تنظيم المخيمات، واش العدد 120 ألف بالنسبة لحركة الطفولة الشعبية كافي للمخيمات الصيفية موجهة لأطفال المغاربة؟ سي عبد الإله مرحبا بك. مرحبا، شكرا على الاستضافة. العفو سي عبد الإله، الحركة الطفولة الشعبية دارت المؤتمر ديالها في فبراير 2023، اش واش التوصيات اللي خرج بهذا المؤتمر تم التنزيل ديالها على ارض الواقع بعد مرور هذه الشهور هذه؟ شكرا. اولا قبل ما ندخلوا للحديث على التوصيات، تنبغي نذكر بانه المؤتمر 23 لحركة الطفولة الشعبية كان خصو ينعقد في فبراير 2020، ونظرا للظروف اللي عرفتها البلاد بسبب وباء كوفيد 19 والاغلاق ديال الحجر اللي عرفناه، تاخر هذا المؤتمر الى فبراير الماضي، وبالتالي كان عنده تاثير، هذه الجائحه كان عندها تاثير كبير لا على الاستعدادات اللي طالت ولا على الفروع ديالنا اللي عرفت واحد النوع من الوهم. فيما يرتبط بالتوصيات، بطبيعه الحال التوصيات مفصله في البيان العام اللي صدر على المؤتمر. يلاه سال المؤتمر، دخلنا التدريب، من بعد التدريب دخلنا التحضير للمخيمات الصيفيه، وبالتالي ما يمكنش اليوم نهضروا على تنزيل التوصيات، يمكن ابتداء من الموسم المقبل على باش كنا نرجعوا نديروا واحد التقييم، شنو هي التوصيات اللي بدات تنزل على ارض الواقع وشنو هي التوصيات اللي مازال ما وصلناش لها، مع العلم انه جزء من التوصيات هي موجهه بالدرجه الاولى للحكومه. يمكن نذكروا منها انه البيان سجل تراجع الحاصل في مؤسسات الطفوله والشباب، وبالتالي في مجمل السياسات العموميه الموجهه للاطفال والشباب، وكذلك وجهنا رساله الى الوزاره فيما يرتبط بالعمليه التخييميه، لا من حيث الاعداد ولا من حيث تقليص المراحل ولا من حيث المطعمه، وهاد الحوايج يمكن نتكلموا فيهم من بعد. نهضروا على المسلسل تاع المخيمه الصيفيه، بدا في 6 يوليو 2023. بالنسبه لكم حركه الطفوله الشعبيه، كيفاش وجدتوا لهاد المرحله تاع التخييم ومراحل تاع التخييم لاستفاده الصيف؟ هاد الموسم كان استثناء بحال اللي قلت، لانه خرجنا من المؤتمر مباشره للتدريب، مباشره للتحضير للمخيمات الصيفيه. بالتالي حنا التحضير تنديروه بالموازات مع التحضير اللي تقوم به الوزاره، لانه باش نبداو نحضروا تيخصنا اولا الخريطه الوزاره ما تتوجدها حتى لشهر افريل ماي، من بعد الخريطه الفضاءات، من بعد الفضاءات الاعداد، التوزيع ديال الاعداد على المستوى الوطني، الجمعيات الوطنيه، المتعدده الفروع المحليه، وعاد باش ملي تيكون عندنا حنا الاعداد المخصصه للطفوله تنديروا توزيع على مستوى الجهات، والجهات توزع على مستوى الفروع، بالتالي هي عمليه معقده وعندها ارتباط بالبوابه الالكترونيه، بمعنى ما بقاش التحضير مباشر ولا التحضير الالكتروني والتحضير المباشر. التحضير الالكتروني فيه كل ما يرتبط بلائحه الاطفال، التامين، الرخص، الفحوصات الى اخره. العمليه هذه معقده وتاخذ واحد الوقت كبير، وبالتالي ماشي حنا متحكمين فيها بوحدنا، كاين واحد العدد ديال الاطراف. واش تتفق مع الراي اللي تيقول بان عدد 120 الف اللي هو عدد الاطفال اللي غتستافد الان من التخييم هو عدد قليل؟ يعني كان يكون واحد العدد اللي يكون اكثر. بطبيعه الحال هو عدد قليل، حنا دائما تنقولوا بانه الطفل اللي وصل لسن التخييم خصو يكون عنده مقعد في المخيم. ما يمكنش دابا ملي تنخيموا ب 120 الف بمعنى تنكرسوا انه التخييم ماشي حق، هو امتياز. وحنا الشعار ديالنا الدائم هو انه المخيم حق وليس امتياز. ولكن كيفاش تخرجوا من هذا المازق؟ الفضاء تاع وزاره الشباب قال تستغير 110 الف مقعد او منخرط، والعدد انتم تضاعفوا، يعني كيفاش هذا الازدواج ديال الامر كيفاش نحلوه؟ عدد الفضاءات قليل وانتم تطالبوا بان الاطفال يكونوا كثار. هو عدد الفضاءات التابعه لوزاره الشباب هو اللي قليل. اما وحنا يمكن نعطي واحد الحل، وهذا الشيء هضرنا فيه مرارا وتكرارا، تيخص اولا تنظيم الوقت الحر على طول السنه، ماشي نتسناو حتى تجي المخيمات. الاطفال ما تيتسناوش حتى يجي الصيف عاد باش يخيموا ولا يديروا الانشطه، خصهم يديروا الانشطه على طول السنه. بالتالي تلاحظوا على انه المؤسسات التعليميه سواء الابتدائيه او الثانويه تتقفل الابواب ديالها 155 يوم في السنه.
عكس دول اخرى اللي فاتحها للتنشيط والترفيه. احنا كنا في واحد الوقت درنا واحد اتفاقيه شراكه مع وزاره التربيه الوطنيه وحلات المدارس ودار فيها المخيمات وكانت الامور بخير. ذكرتي المؤسسات التعليميه العموميه للقطاع الخاص كما قلتي لاحظوا بانه يعني تم الاغلاق ديالهم تقريبا واحد شهرين ولا شهرين ونصف غير العطله كما تنقولوا العطله الكبيره. علاش ما يتمش استغلال هذه الفضاءات من استقبال الاطفال الانشطه اللي قلتي الان حاليا؟ هذا اراده ديال الدوله. في واحد الوقت مثلا في الوقت ديال السي محمد القحص كانت المؤسسات التعليميه مفتوحه ولكن ماشي حنا اللي تمشيو لعند المدير ديال المؤسسه، كانت الوزاره دارت واحد الاتفاقيه مباشره مع التعليم وفتحت لها الابواب. الفضاءات اللي متوفر فيها مثلا المبيت والتغذيه والامكانيات ديال التنشيط تفتحات، واللي ما متوفرش فيها ما تفتحاتش. وكانت الدوله تحملت مسؤوليه لانه الدوله هي الضامن. حنا الا مشينا عند المدير ديال الاكاديميه ما باغيش يحل المؤسسه، لا خصو يكون قرار، خصو يكون قرار ما باغيش يزيد عليه هو الخدمه، في الصيف معقوله، ولكن ملي تيكون قرار من الدوله راه المفروض عليه يفتح. كاين واحد العدد ديال الامكانيات، اولا الجامعات المحليه كلها الجامعات في المغرب ما عندهاش مصلحه ديال الطفوله والشباب، ما عندهاش نهائيا، بمعنى انها ما تهتمش بالاطفال نهائيا الا ملي تيوصل الصيف. يعني الجامعات المحليه هزايده على شي تحت التخييم. هزايده وحتى هو هذا خصو يكون قرار ديال الدوله. خاص في الاورغانيغرام ديال الجامعات يدار مصلحه ديال الطفوله والشباب، ماشي نتسناو حتى يجي الصيف عاد باش نطالبوا الدوله عطينا المخيم الحضاري، عطينا المنح ديال التغذيه. تتولي الجامعه بحال جمعيه حتى هي تستافد في نفس المستوى ديال البعض. تيقول حتى الجامعه الترابيه ما تتقدمش هي المساعده بالنسبه للجمعيات الوطنيه على مستوى التنقل على مستوى كانت تتقدم لان كان واحد البند. حاليا ما بقاش هذا الشيء. كان واحد البند في الدائر ديال 30 شتنبير اللي خاص بالجامعات هو امكانيه مساعده الجمعيات في اطار المخيمات بالوسائل ديال النقل. كان هذا بند صريح وكان تيتفعل على المستوى الوطني، ولكن من قبل الكوفيد بدات الامور تضعف، اما من بعد الكوفيد فانعدمت نهائيا، ما بقاش حتى شي مساعده ولا شي تواصل ما بين الجمعيات والجامعات باستثناء الجمعيات اللي تكون تابعه لبعض المستشارين. وهذا حتى هو موضوع كبير ديال المستشارين، لانه يعني كاينه اللعبه السياسيه، تقدر تكون لعبه سياسيه. كاينه اللعبه السياسيه. كل مستشار تيخلق جمعيه محليه وتيدخل حتى هو في تفاوض على الاعداد، وتتلقى مثلا العامل تيدخل تيقول له انا ما خصني مشاكل، لقاو لي المقاعد لهاد الجمعيات، هاد ولاد المدينه. كاين واحد العدد ديال الحوايج تدخل في اللعبه وتتحرم اطفال اخرين اللي تنشطوا السنه. حاليا كاين نقاش حول الجيل الجديد للمخيمات، ولكن ما تشوف بان خصو يكون واحد النقاش حول الجيل الجديد في الافكار تاع المخيمات وفي طريقه تدبير هذه المخيمات. صحيح ان نديروا مخيمات فضاءات اللي هي مناسبه جيده يعني تحترم الكرامه تاع الطفل، ولكن خصو يكون واحد الافكار جديده، واحد منطلق جديد في هذا الشيء تاع المخيمات. تمام، انا متفق معك. وكنا طالبنا الجامعه الوطنيه للتخييم انها تعقد واحد المناظره وتحضر اكاديميين اللي هما من وجهه نظرهم اللي بعيده على الممارسه غادي يعطيونا بعض الافكار الجديده. اولا خصنا نبداو بالهندسه المخيم. المخيمات بالشكل اللي كاينه فيه الان ماشي كلها صالحه للتخييم، وحتى اللي تيفكروا في اعاده الهيكله ديال شي مخيم. نعطيك مثال، مثلا في اصيله كاينين شاليات ديال الخشب، منظر ديالهم زويون، الصور ممتازه، ولكن ملي تضرب الشمس ما تقدش الاطفال ما يقدوش الحراره ما يقدوش يباتوا لداخل. وقيس على ذلك واحد العدد ديال المخيمات. حنا شخصيا تنفضل الجبل اللي مازال فيه القياطن، لان على الاقل القياطن تتهز من الجنب، تتهوى، تتبرد. هذا جانب ديال الهندسه. الجانب الثاني هو البعد ديال الفضاءات على المراكز الحضاريه. وحنا تنقولوا بانه الطفل ما خصوش يسافر اكثر من 100 كيلومتر، ما خصوش يمشي. كاين دابا تلاحظوا كاين تيخيم من الدار البيضاء يخيم في السعيديه. اذا الطفل تيشد واحد عنده نهار تاع الطريق، عنده نهار ديال المشي ونهار ديال المجي. المرحله يلاه فيها 12 يبقى فيها غير 10، وخصو نهار ديال الاستقرار، نهار ديال التحضير للروتور. اذا ما بقاش مقيم اسبوع، بقى فيه اسبوع. هذا حتى هو مشكل كبير. كاين مشكل ديال الماء في بعض المخيمات، هذا عنده علاقه بالوضعيه
العامه ديال البلاد. كاين مشكل ديال علاش ما يكونش التخييم على مستوى الجهه؟ حنا دابا داخل النظام الجهوي يعني 12 جهه، علاش ما يكونش التخييم على مستوى الجهوي؟ يعني كل جمعيه تخيم في الجهه ديالها. حنا تنديروا هذا التقسيم، نعطيك مثال، الجهه ديال الدار البيضاء سطات مخيمه ما بين بوزنيقه والحوزيه، الجهه ديال فاس مكناس مخيمه في الغابه الدبلوماسيه. تتسهل المأمورية تاع الاطفال النقل حتى التكلفه ديال ماشي انت في الدار البيضاء غادي مخيم في السعيديه، خصك 700 و800 درهم للطفل، وهذا تيولي مخيم تجاري ماشي مخيم تربوي. والتكلفه الماليه بالنسبه للاطفال ما تتكونش بالنسبه للاباء. الاطفال مخيمين ب 50 درهم، تاخذ مثلا بني ملال مخيمين في بير الوطن تيمشيو بالطوبيس، إذن تيولي عندهم العدد كبير لأنه تكلفة، لأن الطفل لا يهمه البلاصة اللي غيمشي لها بقدر ما يهمه ذاك الفضاء داخل هذاك المخيم. هو في أغلب الأوقات ما تنفكروش حنا في بلاصة الطفل، الرشيد تيفكر لراسه هو. ملي تتوقع هذه الاختيارات ديال الفضاءات ما تيكونش استشارة ديال أولياء الأمور واستشارة الأطفال، لا، المرشدين هما اللي أو المسؤولين المحليين تيقول لك بغينا سعيدية أو بغينا طماريس او بغينا الهروه. اذن التفكير ديالو هو ماشي التفكير ديال الطفل. اما بحال اللي قلتي، الطفل اللي تتحطو هو تيشوف المخيم، الانشطه ديال المخيم، السعاده ديالو، اللقاء مع الاخرين، الانسجام، التغذيه واش مزيانه ولا ما مزياناش، هذا هو اللي تيشوف. لان 12 يوم دغيا تدوز، ماشي هذا المخيمات اللي كنا في السابق فيها 21 يوم. وتتشوف حتى المده، اسمح لي، المده تاع التخييم واش كافيه بالنسبه لهذا التكوين الشخصي تاع الطفل، الاعتماد على النفس، كافيه؟ غير كافيه داك الشيء اللي حنا تنقولوا، هذا التقليص ديال الا لقينا غاديين فيه يمكن نوصل المخيمات ديال الاسبوع، وهذا ماشي صحيح. لانه كانت 21 يوم طفل تيستقر في المخيم في واحد 3 ايام الاولى، تيخلق علاقات، تينسجم، وهذا اللي كنا تنلاحظوا. ملي تنبغيو نتفاقوا في المخيم الاطفال تيبكيو، والتعارف، عطيني سميتك، العنوان ديالك. دابا لا، دابا الاطفال بحال داخل وخارج، ما تيحققش الذات ديالو. يلا تيبدا يولف، تيقول يلا تيبدا يولف، احنا سالينا، احنا سالينا. هذا من ناحيه التقليص ديال المده، تربويا غير صالح. عاد باش دخلنا عاود للمطعمه وكيفاش التغذيه ولات، ما بقاش تغذيه جماعيه ولا تغذيه فرديه، حتى هذا ماشي في مصلحه الطفل تربويا. لانه ولكن في السابق كانت جزء من انتم تتنسقوا مع الجمعيه الوطنيه للتخييم في هذا الشق ديال العادات، في هذا الشق تاع السفر تاع الاطفال، واش كاين شي تنسيق، كاين شي نقاش ولا ما كاين؟ كاين تنسيق، حنا عضو في الجمعيه الوطنيه للتخييم، ولكن تتبقى نقاشات. يعني حاضره الاشكاليات، ديال المطعمه، ديال الاعداد، ديال المراحل، ديال الفضاءات، ولكن في الاخر قرار ديال الوزاره. قرارات الوزاره. وما يقدرش يجي واحد الوقت بان الجامعه الوطنيه للتخييم هي اللي تشدد المخيمات، ماشي تبقاش الوزاره. حنا تنقولوا بانه هذه المساله ديال المخيمات تيخصها تكون عندها واحد المندوبيه الساميه، او واحد الوكاله وطنيه للتخييم. خصها تكون تابعه مباشره رئيس الحكومه. ما يبقاش الوزير تيجي تيدوز عام ونص عامين تيمشي تيجي الاخر تيبدا من الصفر. اذن ما عندناش واحد الخطه، واحد الاستراتيجيه مستمره. هذا بحاله بحال الشكل ديال واحد العدد ديال، يعني خصها تكون واحد الجهه مشرفه على التخييم هذا. جهه مستقله. مستقله. مستقله، ما يبقاش يتحكم فيها هذا الوزير وتيمشي ويجي وزير اخر. بالتالي القطاع ديال التخييم بحاله بحال التعليم، بحاله بحال الصحه، تيخصو يكون مستقل على السياسات والانتخابات، خصو يكون عنده واحد الاستمراريه. حتى نهضروا على استمراريه المرفق العمومي، ولكن تلاحظوا بانه غير مستمر في كل خطره تتقطع بعد الانتخابات بتغيير الوزير. انا نعطيك مثال ديال وزاره الشباب، راه حنا عايشنا اكثر من 12 وزير، اكثر من 12 وزير، قليل اللي تيجي وتيعترف بالمجهود ديال السابق، قليل. كل باغي يدير خدمته. بالعكس، كاين اللي تيجي وتيطلب رسميا من الامانه العامه للحكومه انه يحيد واحد العدد ديال البرامج اللي خلاهم الزميل ديالو السابق. وهذا عنده تاثير كبير على السياسات العموميه اللي تدار في هذا البلاد. فلهذا اذا ما كانش واحد الاستمراريه، واحد الاستراتيجيه، راه ما يمكنش نلقاو بهذه العمليه التخييميه المستوى اللائق، وما يمكنش يكون هناك جوده ديال الخدمات العموميه اللي تنقدموها للاطفال. سي عبدالله، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. شكرا لكم مجددا، وتحياتي للموقع انفاس بريس. شكرا متتبعي قناه انفاس بريس، وإلى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.